السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد الموزوني من جمعية كولال بمدينة أرجنتوي فرنسا. كجميع المغاربة كنحتفلوا بالذكرى 41 للمسيرة الخضراء، وكذلك الذكرى 60 لاستقلال المغرب في مدينة أرجنتوي. والحمد لله نضمنا هذه الأمسية لتخليد هذه الذكرى اللي شرفنا فيها السيد القنصل العام لسيرجي بونتواز، وكذلك ممثلة بلدية أرجنتوي، وعدة شخصيات كذلك من المدينة وديال باريس كذلك. والحمد لله جاتنا الناس في مستوى، ومغاربة اللي متحمسين لكل ما هو وطني وكل ما هو يمس الوحدة الترابية وكرامة المغرب بين الدول العظمى الحمد لله في وسط العالم. وهذا انا كنشكر كذلك القناه ديالكم اللي كتغطي هذه المناسبات لعده جمعيات وعده فعاليات بالاراضي الفرنسيه. وكيف سبق الذكر، احنا جمعيه كولال في ارجنتوي جمعيه اللي كتهتم بالثقافات ديال العالم وبالثقافات المغربيه ككل، الامازيغيه والعربيه وديال الاطلس والصحراويه كذلك. وكذلك كنهتموا بالشخص المعاق، لان اسم كولال هو استاذ ديال الموسيقى في معهد اكادير، وهو اللي شخص معاق اللي علم الموسيقى اله العود لعده فنانه عالميين اللي دابا ولاو كيمشيو الاطار العالمي. وحنا كتلاميذ ديالو تلاقينا في ارجنتوي ودرنا هذه الجمعيه باش نعتزوا بهذا الشخص وكذلك نعرفوا بالثقافه ديالنا. وكنشكركم مره ثانيه، وان شاء الله انا بخصوصي نغتنا ربي.